بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة صوت الناقد. عنوان حلقتي لهذا اليوم: فرحة الزهراء وبدعة تتويج الإمام الحجة سلام الله عليه وهلاك عمر بن صهاك. إخوتي الكرام، أهنئ شيعة أهل البيت عليهم السلام، وأهنئ الروافض وجميع وكل من ينتسب إلى شيعة أهل البيت عليهم السلام، وأقول لهم كل عام وأنتم بخير وأيامكم سعيدة بفرحة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، وفرحة أهل البيت عليهم السلام بهلاك عمر بن صهاك في مثل هذا اليوم. أخوتي الكرام، حقيقة أنا أحب أن أقف دقيقة معكم. أنا في طبيعتي مورنينج بيرسون، يعني أحب أستيقظ مبكر صباحا، يعني بالرابعة أو خامسة صباحا لابد أن أكون مستيقظ. سبحان الله، من دون الأيام اليوم استيقظت وكأنني ملكت الدنيا ولا أملك شيئا من الدنيا. يا سبحان الله، يعني سايكولوجيكلي تكون أنت عندك يعني اتصال قوي بأهل البيت عليهم السلام، وب يعني كأنه أكو بيك كونكشن بينك وبين فرحة أهل البيت عليهم السلام. يعني استيقظت فرحان كثيرا، يعني وإذا بي أنتبه أن سبب هذا الفرح هو اليوم، فاليوم هلاك عمر بن صهاك. الله يشهد أخوتي، صليت الفجر ودعوت لكم جميعا وتعطرت ولبست أفضل ملابسي، والآن أنا أصور هذه الحلقة والساعة تقريبا 6 صباحا، يعني حتى تكون الصورة واضحة. فبفضل الله تبارك وتعالى أحببت أن أكرر تهنئتي لكم وأقول لكم أيامكم سعيدة أخوتي الكرام، وكل عام وأنتم بألف خير، وأتمنى من الله عز وجل الثبات لكم ولشيعة أهل البيت على خط محمد وآل محمد. أخوتي الكرام، خلينا نعود للموضوع. فرحة الزهراء وبدعة تتويج الإمام الحجة وهلاك عمر بن صهاك، هذا موضوعي. الموضوع أخوتي الكرام، لابد أن تعرفوا أنا مو يوتيوبر، يعني أنا رجل عندي رسالة. كثير من الأخوة يريدون مني الاختصار. ما أطرحه أعتقد ما أطرحه من الكنوز النادرة، وكيف ما تفسر كلامي فسره، ولكن أحملني على الصحة. وأنا عندي رسالة، وما أطرحه رسالة مو يوتيوبر حتى أعطيكم 3 دقائق وأمتع المشاهد. ما عندي أنا هذا الشيء، يعني ولا المجتمع في هرج ومرج. أنت إذا تحكي لك تتحدث لك بنكتة وتطرحها على اليوتيوب 3 دقائق تلقي عليها ملايين المشاهدات، وهذا يحتاج إلى توفيق. هذه رسالة، فأنتم إن أردتم الفائدة تصبرون معي، إذا ما تريد الفائدة بعد هذا شأنك أخوتي الكرام.